اسم شبكة شام من درعا، ما هي أهداف معركة تل الجموع في محافظة درعا؟ نعم، حقيقة اليوم أعلنت عدة فصائل وكتائب في المنطقة الغربية من محافظة درعا عن استكمال المعركة لتحرير تل جموع بعد السيطرة على تل الجابية، وهما يعتبران التلان الأكبران في المنطقة الغربية. تأتي هذه المعركة بعد حملة إعلامية شنها النظام على مدينة نوى في محاولة لشن حملة إعلامية وحثب على هذه المدينة وإعادة السيطرة عليها لتحقيق نصر وهمي كما هي العادة. النظام يقوم بقصف مناطق المدنيين، هناك نفذتان في تقريركم كانتا هي في الحملة الإعلامية التي يقوم بها النظام التي تخالف واقع الأرض، وهو التقدم للمعارضة أن تتكلم عن معركة تفتح في المنطقة الغربية. نعم. وهي منطلق قوة لقوات طيب. المعارضة في المنطقة طبيعة الغربية. الأرض طبيعة الأرض كما ذكرت، كيف من الممكن أن تتمكن المعارضة من السيطرة على الموقع فيما تقول أن طبيعة التل تجعله مكشوفا على أي محاولة تقدم للمعارضة؟ نعم، المعارضة بات لها خبرة في تحرير التلول في المنطقة الغربية. تل الجابية هو ليس تل الجموع عفوا هو ليس أول تل تقوم المعارضة بالعمل عليه وتحريره، هو يعتبر بعد مراحل متقدمة لتقدم المعارضة في المنطقة الغربية قامت بتحرير تل الجابية سابقا، تل أم حوران وعدة تلول صغيرة تم تحريرها في المنطقة الغربية. تل الجموع الآن هو مكشوف أمام المعارضة وربما تقوم السيطرة عليه في أي لحظة من الأيام المقبلة بعد فتح هذه المعركة. النظام يقوم الآن بقصف مناطق المدنيين، اليوم نتكلم عن مجزرة في مدينة التيل، هذه المدينة التي تعج بالمدنيين، اليوم سقط 9 شهداء في صفوف المدنيين خلافا لما تم ذكره بأن هي مناطق معارضة وحسب. النظام يكثف غاراته وإلقاء البراميل على مناطق المدنيين ليوقع أكبر الخسائر من هؤلاء المدنيين. ما مدى صحة ما نسب إلى الجيش النظامي من أنه حقق مكاسب ميدانية في ريف دمشق ومنطقة الكسوة؟ نعم، النظام في العادة يحاول أن يدخل كاميراته قبل أن يدخل دباباته، عندما يتكلم النظام عن تقدم في أي منطقة فلا بد أن يظهر هذه الصورة من تلك المنطقة كما عودنا في أي منطقة يقوم بالسيطرة عليها. إلى حد الآن لم تظهر أي صور تثبت تقدم كبير للنظام إلى هذه المناطق، وبالتالي تبقى رواية النظام منفية. نعم، محمد إبراهيم المتحدث باسم شبكة شام من درعا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.